نذهب مباشرة إلى الرائد محمد الهشامي من إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية. مساك الله بالخير الرائد محمد. مساء الخير لكم أخي عبد الله، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بالتواصل معك الرائد محمد. نقف معك مباشرة على آخر استعدادات شرطة عمان السلطانية في التعامل مع الحالة المدارية ببحر العرب. نعم طبعا كما أشرتم أيضا في مستهل الحديث، وكما أشار الأخوان في المركز الوطني للإنذار المبكر على تواجد هذه الحالة المدارية في بحر عمان حاليا، وطبعا يعني خلال قادم الوقت ربما تشهد أجواء السلطنة أيضا هطول أمطار متفاوتة الغزارة. شرطة عمان السلطانية أيضا يعني متابعة لمثل هذه التطورات مع الأخوة المختصين في الأرصاد الجوية، وبالتالي أيضا كان لهم السبق في الاستعداد للتحضير مثل هكذا حالات، كما اعتدنا طبعا السلطنة أيضا يعني مرت عليها الكثير من الحالات أو الأنواع المناخية في السنوات الماضية، وشرطة عمان السلطانية كما هو المعتاد طبعا يعني تكون أيضا مستعدة مثل هكذا حالات، وبالتالي لله الحمد مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية في المحافظات المختلفة أيضا على أهبة الاستعداد للتعامل مع ما ينجم من هذه الحالة، ولكن دائما نقول نحن لا نستبق الأحداث. نعم. وما يأتي هو خير من الله سبحانه وتعالى، وعلى الجميع أيضا التعاون والتكاتف في مثل هكذا حالات أخي عبد الله. بإذن الله تعالى. الرائد محمد، بيان الهيئة العامة للطيران المدني بانخفاض مستوى حدة الحالة الجوية المتوقعة، هل يغير شيء من واقع استعداداتكم في شرطة عمان السلطانية لهذه الحالة؟ نعم طبعا التغييرات لا يوجد هناك تغييرات في الاستعداد أخي عبد الله، نحن يعني على أهبة الاستعداد بكل ما هو قادم. نعم. سواء كان يعني بحجم كبير أو بحجم صغير، ولكن دائما ما نقول أنه الاستعداد المبكر أيضا يجعل من الجهات المختصة سواء كان شرطة عمان السلطانية أو الجهات الأخرى التي أيضا تساند شرطة عمان السلطانية في مثل هكذا أحداث أيضا على أهبة الاستعداد، وبالتالي كلما كانت هذه الجهات أيضا مستعدة يعني كلما كان التصرف أيضا أسلم وأأمن، سواء كان للمواطنين والمقيمين أو حتى على مستوى يعني مستوى الخدمات الأساسية التي يعني تقدم في مثل هكذا حالات. على كل طبعا يعني اللجنة الوطنية أيضا لإدارة الحالات الطارئة تراقب عن كثب تطور هذه الحالة، وهنالك تفعيل أيضا للجان الفرعية للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في مختلف محافظات السلطنة، وبالتالي هذه اللجان أيضا يعني تعمل بكافة القطاعات التي تنضوي تحت منظومة هذه اللجنة، وبالتالي هذه القطاعات أيضا هي على أهبة الاستعداد في مختلف المحافظات، سواء كانت هنالك أضرار بسيطة متوقعة أو غير متوقعة أيضا ربما يعني تنشط الحالة، هذه هي كلها تقديرات يعني الأخير، ويعني مشيئة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. على العموم دائما ما نستشعر أيضا الخطر، وعلى الآخرين أيضا أن يستشعروا مثل هذا الخطر، هي أمطار خير وبركة في الأخير، ولكن دائما نقول إنه الحذر أيضا واجب في كل الأحوال. نحن نتكلم عن كميات أمطار ربما تكون من 20 إلى 50 مليمتر، أيضا هذه الكميات يعني كثيرة بهطول أو جريان أودية غزيرة، ربما البعض أيضا يكون في مناطق منخفضة. نعم. فعلى الأخوان أيضا يعني التعامل مع هذه التحذيرات التي تصدر بين فينا وأخرى من الجهات ذات الاختصاص. نعم. وأيضا الأخذ بها بعين الاعتبار لكي يكونوا بمنأمن من أماكن الخطر. نعم. الرائد محمد، دائما أنتم في شرطة عمان السلطانية تأكدوا أن الإنجاز الكبير وتتويج الجهود هو بسلامة المواطن والمقيم على هذا الأرض الطيبة. عبور الأودية الرائد محمد قد يكون هو الخطر الأكبر مع كل حالة مدارية أو منخفض جوي، كيف تتعامل شرطة عمان السلطانية مع مخالفي عبور الأودية في مثل هذه الحالات؟ بكل تأكيد أخي عبد الله طبعا الحفاظ على النفس البشرية هو الهدف الأسمى يعني لكافة الجهات التي تعمل في هذا الجانب، وليس شرطة عمان السلطانية فقط، ولما وأيضا كذلك هو الحال بالنسبة للمواطن ذاته، لابد أن يكون أيضا ذا مسؤولية وقدر واعي من تكفل هذه المسؤولية. عملية المجازفة بعبور الأودية طبعا غير محببة بتاتا، وهي منقوطة حقيقة خلال السنوات الماضية، وكذلك لله الحمد يعني خلال السنوات الماضية أيضا لما شهدت السلطنة من أنواع مناخية مختلفة أيضا كان هنالك يعني تكاتف ملحوظ وتعاون ملحوظ، وأيضا
هنالك انخفاض ملحوظ في أعداد الوفيات من جراء أيضا الانجراف في الأودية من خلال مجازفة بعض سائقي المركبات. على العموم هنالك طبعا يعني المواد القانونية التي تجرم مثل هذا الفعل في قانون المرور، وتصل عقوبتها أيضا إلى الغرامة يعني 500 ريال وإلى السجن لفترة يعني لثلاثة أشهر. وبالتالي على الأخوان يعني إذا ما قاموا بمثل هذه المجازفات هنالك أيضا قانون رادع، وشرطة عمان السلطانية لن تتهاون مع أي شخص أيضا يجازف بعبور الأودية. ولكن دائما ما نقول أنه الوعي المجتمعي حاضر، الوعي المجتمعي أيضا مطلوب، لابد على الجميع أن يكون مسؤول مسؤولية تامة عن حفظ نفسه البشرية وحفظ أيضا من معه سواء كان من أفراد الأسرة أو من يكون حوله أيضا في ذات المقام. نعم الرائد محمد، يمكن المنخفض الجوي يتزامن مع قرار اللجنة العليا رفع الإغلاق بين المحافظات وتقليص فترة منع الحركة. الآن يعني ابتداء من يوم السبت راح يكون منع الحركة من الساعة 9 مساء إلى الساعة 5 صباحا. البعض يمكن مع أخبار الأمطار بدأ يخطط يعني لبعض الرحلات أو الجولات اللي دائما ما تكون محبذة قبل استقرار الوضع. ما هي رسالتكم؟ نحن أيضا لازلنا نؤكد على الوعي المجتمعي على أخي عبد الله. طبعا الإنسان لابد أن يكون مسؤول مسؤولية تامة. عملية التجمعات أيضا طبعا مخالفة بقرار اللجنة العليا، ولا زالت أيضا يعني القرارات سارية المفعول حتى انتهاء هذه الجائحة. على العموم عملية تمديد أو تقليص أيضا فترة منع الحركة ليست بمعنى أن يكون هنالك يعني حركة أو طرية في الحركة للأشخاص، هي ساعتين من أجل أيضا ربما إعطاء بعض الأشخاص ممن أيضا يعملون في الفترة المسائية، كما تعلموا أنه يعني هنالك ربما بعض الأعمال أيضا التي ستعود في مطلع الأسبوع القادم. وبالتالي إعطاء هذه الفترة من أجل هذه الفئات وليس من أجل أن يكون هنالك تخطيط طلعات أو تخطيط لجلسات أو تخطيط أيضا لسهرات خارج المنزل. ما يعول عليه حاليا هو أن يكون المجتمع على قدر واعي. المجتمع أيضا تغذى في الأيام الماضية بمثل هذه يعني التوعية، عليه أن يطبق مثل هذه التوعية ومثل هذه القرارات في الوقت القادم بإذن الله تعالى. دائما ما نقول أن المجتمع هو أيضا من يعول عليه الخروج من الأزمات مهما كانت، يعني سواء كانت أزمات صحية أو غير ذلك من الأزمات الأخرى. اليد الواحدة لا تصفق، لابد أن يكون هنالك تكاتف، لابد أن يكون هنالك تعاون، ولولا هذا التعاون لن يكون هنالك نجاح لأي مهمة كانت على أرض على وجه الأرض. نعم، من الجيد يمكن الرائد محمد الآن أشوف بعض الملاحظات والتعليقات تصلنا عبر البث المرئي المباشر. نؤكد، هل هناك أي تغير في إجراءات شرطة عمان السلطانية في التعامل مع فترة منع الحركة؟ يعني البعض يعتقد أنه ممكن يكون هناك في شيء من التساهل أو المرونة بشكل أكبر بما أنه عدد ساعات منع الحركة تم تقليصه. أخي عبد الله، طبعا بالنسبة للإغلاق التام بين المحافظات سيتم رفع بإذن الله تعالى يوم غد، أو حتى تم رفعه اليوم يعني بعد الساعة الثانية ظهر اليوم. نعم. ويعني بإمكان الأخوة المواطنين والمقيمين الانتقال بين محافظة وأخرى، إلا أنه دائما ما أيضا نؤكد عليه أن الساعة التاسعة هي وقت منع الحركة أو بدء تفعيل منع الحركة حتى الإشعار الذي تم الإعلان عنه من قبل اللجنة العليا. وبالتالي أيضا ستكون نفس الفترة التي سبقتها من الساعة السابعة حتى الساعة السادسة نفس الآلية، آلية العمل التي ستعمل من خلالها يعني شرطة عمان السلطانية لفرض السيطرة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. وبالتالي على الأخوان أيضا أن يكونوا على قدر يعني كافي وتقدير أيضا الوقت بشكل كافي للعودة إلى منازلهم قبل الساعة التاسعة. نعم. كما هو المعتاد يعني في الفترة الماضية. فقط هنا يتغير الوقت من السابعة إلى التاسعة، أما باقي الإجراءات هي كما هو عليه سابقا، لا يتغير شيء. نعم. لم تكن هنالك أي مرونة للعبور على عدا في الحالات الطارئة فقط التي تستوجب الذهاب إلى المستشفى أو ما شابه ذلك من حالات يعني إنسانية تقدرها أيضا أو يقدرها الأشخاص المتواجدين في على أرض الميدان. نعم، ومثل ما التزمنا يعني في السابعة أكيد الناس قادرة أنها تواصل وتلتزم كذلك في التاسعة بإذن الله. الرائد محمد، كلمة ورسالة أخيرة تحب توجيهها لكل من يتابعنا ويستمع لنا الآن.
نعم، بالنسبة للأنواع المناخية القادمة أخي عبد الله، طبعا يعني كما تعلمون أنه طبوغرافية السلطنة وتضاريسها أيضا يعني مختلفة عن الكثير من الدول، وبالتالي هطول أمطار متفاوتة القذارة على رؤوس الجبال وكذلك على بعض يعني الأودية يسبب إلى جريان هذه الأودية. هناك أيضا يعني بعض الأماكن المنخفضة، بعض المواقع التي تكون يعني منخفضة عن مستوى البحر، وبالتالي على الأخوان أيضا الذين يقطنون في مثل هذه المناطق إذا ما استشعروا أي خطر من جراء الرياح النشطة أو من جراء ارتفاع الأمواج، من جراء أيضا جريان الأودية، عليهم أيضا طلب المساعدة عبر رقم الطوارئ لشرطة عمان السلطانية أو مركز عمليات الشرطة على 9999. وكذلك هنالك متابعة حثيثة من قبل كافة تشكيلات الشرطة في مختلف المحافظات، ما عليهم فقط إلا يعني الاتصال إلى أقرب مركز شرطة، ومن ثم أيضا سيمد لهم العون بإذن الله تعالى. دائما ما نعول على أن المجتمع هو الأساس في إنجاح مثل هذه المهمات، على المجتمع أن يكون متعاون مع رجال الشرطة ومع أيضا الجهات الأخرى التي تعمل خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية الرائد محمد بن سلام الهشامي من إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي عبد الله.